من بين المشاركين في بهذه المباراة التي ينظمها نادي أوبير سونتر إيكستر بالمعمورة، الفارس سعيد نصير. نعم سي سعيد نصير، انتم من بين المشاركين، شنو هي الارتسامات ديالكم حول هذه المشاركة؟ حول هذه المشاركة احنا الحمد لله عندنا وليدات، بالذات طلعنا احنا في الكلوب ديالنا. ياك؟ نعم. وجبناهم يشاركوا كوكو هكا باش الدراري تشجعوا، فهمتيني؟ نعم. احنا بغينا نزيدوا بهذا الدومين شويه الفوق. نعم. فهمتي؟ هذا هو أهم حاجة، ملي كيجيو الوليدات يشاركوا ياخذوا دي ميداي دي كوب، هذا الحمد لله هذا هو أهم شيء. نعم نعم. بالنسبة لنا وسيمو ميتي. نعم. يعني أنا بالنسبة لي هذا الميتي يعني في الدم عندي ضروري، خصني على الأقل ثلاث مرات أربعة في السيمانة نخرج هكا لي كومبيتيسيون، ندي معايا الدراري، ندي معايا ميشفو. فهمتي؟ نعم. كتكون أمبيونس على الثاني بوكو شوز. نعم. أنتم فنان تمثلون نادي بالصالة. وي. نادي؟ نادي لا بيرل دو راك. كم من مشارك قدمتموه للمشاركة؟ سبعة. سبعة ديال المشاركة. كيفاش تشوفوا الأجواء والمستوى ديال هذه الرياضة؟ الحمد لله أنا بالنسبة لي كأنني مونيتور دي كيتاسيون، ملي كنشوف سيرتو ملي كنشوف لو كافالي ديالي ومعلم عندي انا وكنشوفو تيشارك، يعني ما غنقدرش نقول لك داك الحماس اللي تيكون. نعم. نعم. كيكون واحد الحماس كبير كبير كبير. تقدر تجي ديك الساعة تهضر معايا ما نقدرش نهضر. نعم. فهمتيني؟ نعم. خاصو يدوز يفرح ويصوت بيان وهو يقول لي لي كونتر. نعم. هذا هو أهم شيء. نعم. كيفاش يبان لك المشاركة أو المستوى المشاركة ديال الأجانب اللي حضروا اليوم؟ الحمد لله كاينين دي بروف، لا بروف الاولى راك عارف كانت ديال لي ديبيتون دراري عاد بادين الحمد لله داس مزيانه، ولا بروف الثانيه كانت ديال لي مويان حتى هي داس مزيانه، ولا بروف الاخرى الحمد لله ديك ديال لي كونفيرمي دراري لي كافالي غون كافالي. الحمد لله كلشي داس بخير. اذا المستوى الاحتكاك كان في المستوى. وي. اذا شكرا ونكتفي بهذا الخبر.